بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إخواني، فيديو اليوم إن شاء الله سوف نتحدث فيها عن استيراد السيارات في الجزائر، وعن القرار الذي قامت به الدولة حيث سمحت لوكلاء السيارات باستيراد السيارات وفتح المجال أمامهم لاستيراد السيارات. هذا ما ترك انطباع جميل لدى الجزائريين، أي المواطن الجزائري، على أن أسعار السيارات سوف تعرف انخفاض هائل وهائل جدا حسب ما تم تداوله في معظم مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن التصريح الذي قد وكلاء استيراد السيارات كان صادم وصادم جدا، حيث أنه تحدث على أن الرسوم التي فرضتها الدولة على استيراد السيارات سيكون له تأثير كبير وكبير جدا على أسعار السيارات التي سيتم استيرادها من الجزائر، وهذا ما سوف يؤثر على السعر الحقيقي للسيارة. وقبل هذا سوف نستمع كيل السيارات وماذا صرح. ندمت عندما أتتني معلومات من وزارة الصناعة بأن فيها الجمارك تاع السيارات هذو اللي نجيبوهم حنا فيها 60% تقريبا 60% من حقوق الجمارك، فيها 19% ما ضريبه تاع التيفيا، ومن بعد ثاني ما تنساش تزيد لها 2% هذيك اللي تروح لصندوق التقاعد، يعني تقريبا 81%. ومن بعد عندما تنتهي العمليه كلها ما تنساش تزيد لها 12 مليون لطاكس على السيارات الجديده، ما لغاوها وكثير على الشعب الجزائري. لان شوف، انا كوكيل كي نجيبها نتقامني ب 100 ونخلص عليها 80 مليون ولا 90 مليون، وشكون اللي راح يخلص؟ المواطن. اولا ما هامش الربح تاعنا ضعيف، ماهوش حاجه كبيره باش ما نقدرش نبيع انا سياره اللي جبتها ب 100 مليون بها 200 مليون، هذا الشيء غير مقبول، غير معقول. ولكن احنا ثاني ما راحش نخدموا باطل، عندنا عمال، عندنا ضرائب، عندنا كهرباء، لي شوروم، الصيانه وكل شيء. وهذه ما يخفاكش باننا كي نجيبوا سيارات نمدوا لهم ما يسمى بالضمان، يعني لا كارون. كما رايتم اخواني في الفيديو، هذا التصريح الصادم، حيث ان سعر السياره يصل الى حوالي 200 مليون سنتيم للسياره التي يتم شراؤها بسعر 100 مليون، وهذا امر كبير وكبير جدا. الضرائب التي فرضتها والرسوم التي فرضتها الدولة على وكلاء استيراد السيارات هي رسوم كبيرة وكبيرة جدا. هذا ما سوف يؤثر على ثمن السيارات في الجزائر، حيث أكد على أن سيارة 100 مليون سوف يصل ثمنها إلى أكثر من 200 مليون، وهذا أمر صادم وصادم جدا، ما سيجعل معظم الجزائريين لن يكون لهم فرصة في اقتناء سيارة جديدة مثل ما كان من قبل، وأن هذه الأسعار مثلها مثل أسعار مركبي السيارات في الجزائر. إخواني، من هنا يمكن القول أن أسعار السيارات لن تعرف أي انخفاض بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وأعطى الضوء الأخضر لوكلاء السيارات من أجل استيراد السيارات. ولكن حسب تصريح ممثل وكلاء السيارات فإن ثمن السيارة لن يقل عن 200 مليون بالنسبة لسيارة 100 مليون، وهذا سعر غالي وغالي جدا على المواطنين الجزائريين. ونحن من هنا نتمنى أن تقوم الدولة بالتخفيض الرسوم التي فرضتها على وكلاء السيارات من أجل أن يستطيع المواطن الجزائري البسيط اقتناء سيارة لنفسه ولعائلته، خاصة وأن سوق السيارات عرف جمودا منذ سنة 2014 والتقشف الذي ضرب في البلاد، وكذا فتح المجال لمركبي السيارات من أجل افتتاح مصانع لتركيب السيارات. وفي هذا السياق نؤكد على أن الدولة لم تقم لحد الآن بإعطاء أي إشارة إلى إغلاق مصانع تركيب السيارات، وإنما ألغت النظام التفاضلي، وهذا النظام التفاضلي يتمثل إلغاء الضريبة التي كان معظم مركبي السيارات لا يقومون بتسديدها، والآن سوف يتم تسديد الضرائب. وكذلك يمكن لوكيل السيارات أن يستريد أي نوع من السيارات، فمثلا مصنع هيونداي كان في الماضي يمنع استيراد سيارات هيونداي، ولكن الآن يمكن لأي وكيل يستورد سيارة أن يستريد سيارات هيونداي. وكذلك جمركة السيارات،
في الأخير إخواني، نتمنى من الدولة ومن رئيس الجمهورية وكذا وزير الصناعة أن يجدوا حلول لاستيراد السيارات في الجزائر، وكذا لمصانع تركيب السيارات، خاصة وأن معظم المصانع فيها أكثر من 1000 عامل، وهؤلاء العمال ممكن أن يذهبوا إلى البطالة. في الأخير إخواني، إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو